بتصلي بنقول لم يستر وجهه عن الخزي البصع، الدفع الوس، الخيانة، الترك، التمييز، حتى التمييز، ميزوا بيني وبين أختي، ميزوا بيني وبين اللي معايا في برابس. هو بقى ميزه ده ما فيش وجه يا يعني برابس ولا واحد مجرم قاتل، قاتل وواحد ما لقوش فيه علة، ما لقوش، كل الناس قالوا برابس. دي أصعب حاجة، إن أنا ما عملتش فيكوا شر ما تختارونيش، وتختاروا المجرم. وعمل إيه في المجرم هو؟ أول واحد استفاد ومد بداله. الكتاب يقول أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا. يعني في الصليب كان كل أنواع رجل العذابات، أوجاع، نعم، رجل ومختبر الحزن، مختبر. بس واحد فينا يشوف ألمه فوق الاحتمال، أول ما يروح للصليب يدوب نقطة من دم يسوع. في حاجات احنا بنقولها بسهولة، الألم، زي مثلا الخيانة. لو واحد أو واحدة تعرضت لخيانة من جوزها، الفيسفولنس دي يعني غدر. مين يقدر يشفي؟ طبعا مين يقدر يعالجني؟ فأنا بروح وأشوفه، لقينا يا صاحب الخيانة. يا صاحب، ويقول له يا صاحب، بقبل علامة الحب تسلم ابن الإنسان. حتى الخيانة والغدر ليها علاج في الصليب. وفي ناس كمان في أحز أكتر وقت كنت عندي احتاج له قوي، الترك كمان سابوني، كنت محتاج لهم، كنت محتاج لهم الإحساس تلاميذ عمل وكده. والرفض ده هو الحجر المرفوض. والتعيير والكلام السلبي، بعل زبول ومختال وابن مين ده، وتعيير ببلده وتعيير بمهنته، ده نجار، ده ابن النجار. يعني واحد اتعير بأهله وتعير بالمهنة وتعير بالبلد وعروه. نعم. والتعرية دي صعبة جدا. العار، صليب العار.